بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في محاضرتنا الثانية في فصل ذرة الهيدروجين من مادة الفيزياء الذرية المرحلة الثالثة قسم الفيزياء. موضوعنا الآن هو الطاقة الكلية لذرة الهيدروجين. نحاول الآن إيجاد مقدار طاقة ذرة الهيدروجين وفق نموذج بور الذي تم شرحه في المحاضرة السابقة، حيث يمتلك الإلكترون طاقة حركية تساوي وفق المفهوم التقليدي نصف أم في سكوير، واستخدمنا هنا هذه العلاقة التقليدية ولم نستخدم علاقة النسبية لأنه سيتبين لنا إن شاء الله في المسائل المحلولة نهاية الفصل أن سرعة الإلكترون هي أقل بكثير من عشر سرعة الضوء، لأنه كما ذكرنا في فصل النظرية النسبية الخاصة إذا كانت سرعة الجسيم أكثر من عشر سرعة الضوء فيجب تطبيق قوانين النظرية النسبية الخاصة عليه، وإذا كان أقل سرعته أقل من عشر فيطبق مفاهيم الميكانيك التقليدي. وكما افترض بور فإن النواة ساكنة ولهذا ليست لها طاقة حركية، أما نظام الذرة الذي يتكون من الإلكترون والنواة فيمتلك طاقة كهربائية كامنة موضحة بالمعادلة 6-13، حيث أن الطاقة الكامنة حينئذ تساوي ثابت كولوم في شحنة الإلكترون في شحنة النواة تقسيم البعد بينهما الذي يساوي نصف قطر الذرة أو نصف قطر الدائرة التي يدور فيها الإلكترون حسب ما افترضه بور، وهذا سيساوي ناقص كي إي سكوير على آر لأن شحنة الإلكترون سالبة بينما شحنة النواة موجبة، فلهذا تظهر الإشارة السالبة. وإذا جمعنا الطاقة الحركية للإلكترون التي هي نصف أم في سكوير، حيث أم صب إي هي كتلة الإلكترون وفي سرعته المدارية، إذا جمعناها مع الطاقة الكامنة للنظام التي هي ناقص كي إي سكوير على آر فستنتج المعادلة 6-14. ومن المعادلة 6-8 التي مرت علينا في المحاضرة السابقة والتي تبين قيمة مربع سرعة الإلكترون في مداره حول النواة، نجد أن الطاقة الحركية للإلكترون التي تساوي نصف أم في سكوير ستساوي بعد تعويض عن في سكوير بالمقدار كي إي سكوير على أم آر، ستساوي الطاقة الحركية كي إي سكوير على 2 آر، وسنعوض هذا المقدار في المعادلة 6-14. وبتعويض قيمة الطاقة الحركية هذه في المعادلة 6-14 ستنتج الصيغة التالية للطاقة الكلية للذرة كي إي سكوير على 2 آر التي هي الطاقة الحركية مجموعة مع الطاقة الكامنة للنظام التي هي ناقص كي إي سكوير على آر سيساوي ناقص كي إي سكوير على 2 آر. مما يلاحظ في هذه المعادلة أنه تم إهمال الطاقة السكونية للنواة والإلكترون لأن الحسابات غير نسبية، لأنه وفق الميكانيك التقليدي لا تؤخذ هذه الطاقة بعين الاعتبار. ويتبين أيضا من المعادلة أنه عند زيادة R فإن الطاقة سوف تزداد وتقترب من الصفر لأن الطاقة الكلية للذرة هي طاقة سالبة، فلهذا عندما يزداد R الموجود في المقام فإن الطاقة سوف تزداد أيضا وتقترب من الصفر كما سيتبين بصورة واضحة في الشكل 6-5. ولهذا فإنه عند اقتراب R أي بعد الإلكترون عن النواة عند اقترابه من المالا نهاية فإن الطاقة تقترب من الصفر،
وهذا يعني أن مستوى الطاقة الصفري هو طاقة الذرة المتأينة، أي أن طاقة الذرة حينما تتأين ستصبح صفرة. وبالحقيقة بالنسبة لذرة الهيدروجين سوف لا تبقى ذرة أصلا عندما تتأين، لأنها تحتوي على إلكترون واحد، وعندما تفقد الذرة هذا الإلكترون لا تبقى ذرة، إنما يكون الإلكترون يذهب إلى مكان ما وتبقى النواة لوحدها. ولهذا فإن الإشارة السالبة للطاقة الكلية الموجودة في المعادلة 6.15 تشير إلى نظام إلكترون بروتون مقيد، أي ذرة غير متأينة. وبالنسبة لذرة الهيدروجين يشير إلى وجود الذرة أصلا، لأنها كما قلنا إذا تأينت لا تبقى ذرة. ولهذا فإن إضافة طاقة مقدارها Ke2 إلى 2R إلى ذرة الهيدروجين ستؤدي إلى إزالة الإلكترون منها، لأن الطاقة ستساوي حينئذ صفرا. وما دامت الطاقة تساوي صفرا فإنه لا وجود حينئذ لذرة الهيدروجين، لأن الإلكترون سيزال منها. وفق النظرية التقليدية، أي نظرية ماكسويل للكهرومغناطيسية، فإن الذرة حينما تشع طاقة سيتناقص نصف قطر مسار الإلكترون باستمرار، وهذا يؤدي إلى زيادة مستمرة في تردد الإلكترون الميكانيكي، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة مستمرة في تردد الإشعاع المنبعث. ولهذا لأن الزيادة مستمرة فإن هذا يعني أن يكون الطيف مستمرة. ولكن النتائج التجريبية، أي النتائج العملية، لم تثمر عن طيف مستمر، بل عن خطوط طيف حادة لذرة الهيدروجين كما في سلسلة بالمر. وهذا ما عالجه بور بافتراضه أن الزخم الزاوي للإلكترون في مداره هو ذو قيمة مكممة، كما في المعادلة التي مرت علينا سابقا، معادلة 6.7، حيث أن الزخم الزاوي L يساوي N H bar، و H bar تساوي H على 2π، أي أن القيمة هي مكممة ومضاعفات تكون مضاعفات لثابت بلانك. كما أن أنصاف الأقطار حسب ما افترض بور أيضا، أن أنصاف الأقطار هي مكممة أيضا كما في المعادلة 6.10، حيث R نصف القطر R sub N يساوي N سكوير، N رقم المدار، H bar سكوير على M Ke سكوير، وهنا أيضا نلاحظ أنها مضاعفات لمربع ثابت بلانك، وهذا يعني أن أنصاف الأقطار هي مكممة أيضا. وهذا كله يؤدي إلى أن الطاقة ستكون مكممة أيضا، وهذا ما يوافق النتائج العملية. ويتبين هذا التكميم للطاقة بتعويض قيمة R sub N من المعادلة 6.12، حيث R sub N يساوي N سكوير A نوت، A نوت نصف قطر مدار بور الأول، بتعويضها في المعادلة 6.15 لمعادلة الطاقة الكلية E يساوي ناقص Ke سكوير على 2R، فنعوض عن R بقيمته N سكوير A نوت، ومنه نستنتج أن الطاقة الكلية تختلف حسب موقع الإلكترون في أي مدار هو، وتساوي ستساوي في النهاية طاقة المدار، الطاقة الكلية عندما يكون الإلكترون في المدار الأول تقسيم N سكوير، حيث N 1 2 3 إلى آخره. وهذا يعني أن الطاقة مكممة وتكون لا تأخذ أي قيمة كانت، بل تتخذ قيم محددة حسب موقع الإلكترون في أي مدار كان. وعند إدخال القيم العددية للثوابت الموجودة في المعادلة 6.16، وهي ثابت كولوم K
وشحنة الإلكترون أي، ونصف قطر مدار بور اللي هو أي نوت والذي يساوي 53 بيكومتر، سينتج أن الطاقة الكلية تساوي تقريبا ناقص 13.16 إلكترون فولت على أن سكوير. ومنها يمكن معرفة الطاقة الكلية لأي عندما يكون الإلكترون في أي مدار كان، فإذا كان في المدار الأول نعوض عن أن واحد، إذا كان في المدار الثاني نعوض عن أن اثنين، وهكذا. استطاع بور من هذه المعادلة أن يحسب الأطوال الموجية المرئية المنبعثة والممتصة بواسطة الهيدروجين، أي أطوال سلسلة بالمر، وتكون الطاقات المسموحة هي فقط تلك التي تحقق هذه المعادلة. فالمستوى الأدنى للطاقة المسموح بها أي الحالة الأرضية ground state سيكون له N يساوي واحد، وعندما نعوض عن N يساوي واحد في المعادلة 6.17 ينتج أن طاقة المستوى الأول هي تقريبا ناقص 13.6 إلكترون فولت. والمستوى التالي له أي المستوى الثاني الذي يمثل الحالة المتهيجة الأولى First Excited State سيكون له N يساوي 2 وطاقة نعوض عن N 2 في المعادلة 6.17 والمقام يصير 2 تربيع يعني 4، ولهذا ستكون طاقة المستوى الثاني ناقص 3.4 إلكترون فولت. أما المستوى الذي يليه أي المستوى الثالث والذي يمثل الحالة المتهيجة الثانية، ونقول المتهيجة الثانية وليس الثالثة لأن الحالة الأولى الحالة الأرضية تعتبر كحالة مستقلة وما عداها حالات متهيجة، لهذا فالحالة التي تلي الحالة الأرضية أي الحالة عندما يكون N يساوي 2 تكون الحالة المتهيجة الأولى، وعندما N يساوي 3 تكون الحالة المتهيجة الثانية، وحينئذ ستكون الطاقة الكلية للذرة عندما يكون الإلكترون في المستوى الثالث أي الحالة المتهيجة الثانية سيكون بعد تعويض عن N بثلاثة في المعادلة 6.17 3 تربيع 9 يعني 13.6 × 9 ستكون الطاقة ناقص 1.51 إلكترون فولت تقريبا، وهكذا بالنسبة لباقي المدارات. يبين الشكل 6.5 طاقات الحالات المنفصلة المحسوبة وفق المعادلة 6.17 المانعة علينا آنفا، وكذلك يبين الأعداد الكمية المرافقة لكل حالة. ويمثل المستوى الأعلى في هذا المخطط الحالة N يساوي infinity أو R يساوي infinity، أي عندما تكون الطاقة صفرة، وهذه هي حالة التأين أي عندما ينطلق الإلكترون خارج الذرة، وكما قلنا فإن ذرة الهيدروجين لا تبقى ذرة حينما يتركها الإلكترون. يلاحظ أن طاقات مستويات ذرة الهيدروجين تتناسب عكسيا مع مربع N كما في المعادلة 6.17، ولهذا يصبح الفرق في الطاقة أصغر مع زيادة قيمة N. فمثلا كما يلاحظ في الشكل فإن الفرق في الطاقة بين المستوى الثاني والمستوى الثالث هو أقل من الفرق بين المستوى الأول والمستوى الثاني، والفرق بين المستوى الثالث والرابع هو أقل من الفرق بين المستوى الثاني والثالث، وهكذا. ويقترب الفاصل بين مستويات الطاقة من الصفر عندما تقترب N من اللانهاية، وتقترب الطاقة وعندما أيضا تقترب الطاقة من الصفر. وكما ذكرنا فإن الطاقة الصفرية تمثل الحد الفاصل بين نظام ذرة مقيد بإلكترون ونواة وبين نظام غير مقيد بهذا أي نظام متأين فاقد للإلكترون، ولهذا فإذا تم رفع طاقة الذرة من طاقة الحالة الأرضية التي هي ناقص 13.6 إلكترون فولت تقريبا
إلى أي طاقة أكبر من الصفر فإن الذرة ستتأين وتسمى أقل طاقة لازمة لتأين الذرة عندما تكون في حالتها الأرضية طاقة التأين. وكما يتبين من الشكل 6-5 فإن طاقة التأين للهيدروجين في الحالة الأرضية بناء على حسابات بور هي 13.6 إلكترون فولت، لأن طاقة الحالة الأرضية هي ناقص 13.6 تقريبا. فلكي تتأين الذرة نحتاج إلى إضافة 13.6 إلكترون فولت تقريبا. وقد شكلت هذه النتيجة إنجازا كبيرا لنظرية بور، لأن طاقة التأين للهيدروجين قد تم قياسها بالفعل، وكانت يعني قياسها تجريبيا وكانت 13.6 إلكترون فولت. عندما ينتقل الإلكترون داخل الذرة من مدار ذي طاقة أعلى إلى مدار ذي طاقة أوطأ، فإنه سوف يبعث فوتونا يمثل فرق الطاقة بين المدارين. وعندما ينتقل من مدار ذي طاقة أوطأ إلى مدار ذي طاقة أعلى، فإنه يحتاج لامتصاص فوتون يمثل أيضا فرق الطاقة بين المدارين. ولحساب تردد الفوتون المنبعث عندما ينتقل الإلكترون من مدار خارجي في الذرة، أي مدار ذي طاقة أعلى، إلى مدار داخلي، أي مدار ذي طاقة أوطأ، فيمكن استعمال المعادلتين 6-6 و 6-16. ومن المعادلة 6-6 ينتج أن التردد يساوي طاقة الحالة الابتدائية التي انتقل منها الإلكترون ناقص طاقة الحالة النهائية التي انتقل إليها الإلكترون تقسيم ثابت بلانك، ونعوض عن قيمة الطاقة من المعادلة 6-16، وينتج أن التردد يساوي ناقص E1 على H، حيث E1 طاقة المدار الأول الذي نصف قطره هو نصف قطر بور 53 بيكو متر، افتح قوس 1 على N صب F سكوير، يعني رقم مدار الحالة النهائية تربيع، ناقص 1 على رقم مدار الحالة الابتدائية تربيع. وبسبب أن الكمية المقاسة تجريبيا هي طول الموجي وليست التردد، فسنستعمل العلاقة C يساوي F لامدا لمعرفة مقدار الطول الموجي بإعادة صياغة كتابة المعادلة 6-18 بدلالة الطول الموجي. ولهذا فإن مقلوب الطول الموجي سيساوي التردد تقسيم سرعة الضوء، والتردد محسوب من المعادلة 6-18 فنقسمها على سرعة الضوء C فتنتج المعادلة 6-19. لو قورنت المعادلة 6-19 بالمعادلات من 6-1 إلى 6-5 والتي تمثل العلاقات التجريبية التي اكتشفها بالمر وريدبرغ، للاحظنا مطابقة للشكل العام بين هذه المعادلات بشكل واضح، حيث أن الثابت كي مجموعة الثوابت كي إي سكوير على 2A نوت H C في المعادلة 6-19 ما هو إلا ثابت ريدبرغ في المعادلات من 6-1 إلى 6-5، وثابت ريدبرغ هو ثابت محسوب تجريبيا وليس مشتقا من معادلات وثوابت مسبقة. وهذا يدل على نجاح واضح في نظرية بور لذرة الهيدروجين رغم إخفاقها في مجالات أخرى متعددة. وبعد فترة أظهر بور أن هذين المقدارين النظري الموجود في المعادلة 6-19 والتجريبي في المعادلات الأولى يتفقان مع بعض بما يقرب من 1%، وهذا يمثل طبعا كما قلنا نقطة قوة في نظرية بور الكمية لذرة الهيدروجين. وأظهر بور أيضا أن كل السلاسل الطيفية للهيدروجين التي مرت علينا كسلسلة بالمر وغيرها
لها تفسير طبيعي في نظريته. هل يمكن تطبيق نموذج بور لذرة الهيدروجين على ذرات أخرى؟ الجواب نعم يمكن، ولكن بشرط أن يكون لكل من هذه الذرات إلكترون واحد فقط يدور حول النواة الثابتة طبعا حسب فرض بور. ولكن كيف يمكن هذا وجميع الذرات الأخرى هي في الحالة المتعادلة يكون لها أكثر من إلكترون حول النواة؟ الجواب أن هذه الذرات لو تأينت وبقي إلكترون واحد فقط فحينئذ يمكن تطبيق نموذج بور على هذه الذرات. فمثلا ذرة الهيليوم التي تتكون من إلكترونين وبروتونين داخل النواة، أي عدد أن عددها الذري هو 2، فإذا تأينت وفقدت إلكترونا واحدا فسيبقى إلكترون واحد فقط يدور حول النواة، وحينئذ يمكن تطبيق نموذج بور على ذرة الهيليوم المتأينة هذه، وكذلك ذرة الليثيوم التي عددها الذري 3، أي يوجد 3 إلكترونات في الحالة المتعادلة، وكذلك يوجد 3 بروتونات داخل النواة، وطبعا يوجد أيضا 3 نيوترونات داخل النواة. لكن ذرة الهيدروجين لا يوجد فيها نيوترونات إنما بروتون واحد فقط. فإذا تأينت ذرة الليثيوم بفقد إلكترونين وليس إلكترونا واحدا فقط فسيبقى إلكترون واحد فقط يدور حول النواة، وحينئذ يمكن تطبيق نموذج بور على ذرة الليثيوم المتأينة هذه، وكذلك ذرة البريليوم التي عددها الذري 4، فإذا تأينت بفقد 3 إلكترونات فسيبقى إلكترون واحد فقط يدور حول النواة، ويمكن تطبيق نموذج بور على ذرة البريليوم حينئذ. وحينئذ ستعطي نظرية بور النتيجة التالية لنصف القطر بعد وضع زيت في مقام المعادلة 6-12 لتكون بالشكل التالي: R sub N يساوي N سكوير في أي نوت نصف قطر مدار بور الأول تقسيم زيت العدد الذري للعنصر. أما الطاقة فستكون وفق المعادلة 6-22 الطاقة حسب المدار رقم المدار أي سب N يساوي ناقص 13.6 إلكترون فولت في زد سكوير على ان سكوير.